السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو درس بسيط وسهل من دروس المنظر الطبيعي، رسمة منظر غروب على لوحة ورق. تعالوا نشوف تنفيذها ازاي بالخطوات ونبدأ. بسم الله. أول حاجة يا جماعة هنبدأ في تخطيط الجنب وهو خط النص. خط النص بيقسم اللوحة نصين، ادي منطقة جبال في الجزئية ديت، وادي منطقة جبال تاني، طبقة جبال تانية لكن قريبة اقرب من الجبال البعيدة اللي هناك، تمام كده. وادي منطقة مثلا جرف على منطقة الجزء الشمال بالشكل دوت، وادي مستوى المية عليها، وفي مجموعة من الحشائش او الزرع في الجزئية ديت، وفي شجرة هتطلع في الجزئية دي. الجزئية دي برضو من تحت هنبدأ نعمل فيها قطعة او جزء من النجيل، طالع فيه نخلة، تمام. يمكن اللي ورا خالص في الاخر دوت جبل، والتاني تندة، وفي رسمة بيت واشجار في الجزئية دي. حاجة بسيطة كده وسهلة وهنتعامل معاها بالالوان بكل بساطة. منطقة حشائش بسيطة برضو بتقفل معايا المساحة دي من تحت، كأنها انتهاء او بداية للجرف نفسه او طريق نفسه، طريق على منطقة الجرف في الجزئية دي. كنا هنعمل الشمس في الجزئية ديت، لا خليناها تحت شوية في وقت الغروب اكتر علشان تأثير الالوان. الالوان اللي معانا اصفر واحمر وسو، وهنشتغل معاهم برضو باللون الابيض واللون الاخضر، وابدأ ان انا اوزع درجة اللون الاسود، لكن اعمل حسابي ان الورقة هتشد منه اللون بسرعة يعني، فبقدر الامكان احاول اخلي الالوان بتاعتي خفيفة شوية، وفي نفس الوقت اكون ايدي سريعة علشان ما اعملش ما يعني اللون يلحق يسيح معايا في الفرشة. يبقى لازما عنصر السرعة مهم جدا في دمج الالوان، وخصوصا الشغل على ورق. لكن الورق ده لو متبطن بلاستيك نص لامع، يعني انا لو دهنت الورقة دي بلاستيك نص لامع بس اكون شاددها الاول كويس باللزقة علشان لما تكش ترد مكانها تاني، لما تكش من المية ترد مكانها تاني. تدريجات اللون اللي احنا عملناها هي الاحمر الاسود مع الاحمر، وبعد كده الاصفر مع الاحمر علشان ندي درجة البرتقان الغامقة دي، تمام كده. وادي اللون الاصفر اهوت بوضوح، يمكن واضح شوية تحت، قلب مع لون جملي علشان الدرجات اللي موجودة دخلت في البنيات. هبدأ افتح اللون شوية من المنطقة اللي تحت دي. بصوا كده يا جماعة الورق عمل شرب اللون، فما بيديش معايا اللون بتسيح، ولذلك الورقة كمان هتبدأ ان هي تتشرب معايا اللون وتبدأ انها تكشكش. ادي لون ابيض تاني تحت، طبعا انا بفتح في الجزئية اللي تحت لان هي اقرب منطقة لي منطقة الغروب، بتبقى خلاص بقى النهاية، يبقى هي اكتر حتة منورة، وبعد كده الجو بيقلب ظلام. ادي اللون الاسود على الاطراف، وادي اللون الاحمر علشان اعمل بيه الجبل اللي هو البعيد دوت، وابدأ برضو ان انا احط لون اصفر علشان يديني درجة لون بنية او بني محروق، بغض النظر عن ان هو اندمج في الارضية او لا. اللون الاسود هيحدد معايا الشكل العام، لكن وجود الالوان نفسها بيفرق في طبقة اللون اللي انا برسمها. الجبل ده على المنطقة اللي هي على اخر حواف المية، تمام كده. فهبدأ ادي لسعات اضاءة على الجبل بسيطة قوي باللون الابيض، بصوا كده من الجنب الشمال. اي مرتفع عامل معايا شكل 8 هديله طبقة لون فاتحة شوية. احنا كده بنقسم تقسيم عادي، ونرجع بعد كده برضو ندي عليها تاتشات هتبين الشكل العام بتاع الجبل. واعذروني بقى في اي اصوات خارجية علشان في ماتش شغال دلوقتي، وانا الحمد لله ماليش في الكورة اصلا، انا هرسم الكورة بس. اللي هي الشمس. طبعا شغالين باللون درجات اللون الاصفر مع الابيض، اللون الاصفر مع الابيض، وبدي بيها ضربات على حواف الجبل، تمام.
ببدأ ان انا اوضح هنا الامور شوية. مناظر الغروب يا جماعة من المناظر الجميلة جدا، اللي الالوان فيها بتبدأ بتظهر بطريقة جميلة، وشكل السماء بيبقى جميل، وكله بيحب يصور وقت الغروب ده بالذات، مع انه اصلا بيدل على الحزن، خلاص بقى دخول الليل والحياة اللي هي الحزينة شوية. لون اسود، وببدأ اعمل بيه زي منطقة سحب. ماشي، الفرشة اللي معايا دي فرشة انجلو مقاس 1، ببدأ ان انا اعمل تسييح بسيط كده في اللون الاسود، واعمل تداخل كمان قدام قرص الشمس نفسه زي ما بيبقى في سحب كده موجودة ومغطية، وجزء منها جزء من السحب نفسها مغطية على جزء من الشمس، وهبدأ اعمل درجات اللون الاصفر، لكن هنا بعكس الاضاءة علشان السحابة دي قريبة من هنا، فيبقى التظليل بتاعها او النور بتاعها من المنطقة اللي تحت، واللي في الجزئية بتاع اللي قريبة من الشمس هحاول اخلي الاضاءة بتاعتها مظبوطة عليها، يا اما فوقيها او تحتها بشوية. ببدأ ادي ضربات اهوت وتسيحات في اماكن مختلفة علشان اعمل بيها سحاب. في واحد هيقول لي ما كانش المفروض تعمل سحاب لانك بوظت الشكل العام او بوظت التدريج اللون اللي انت كنت عامله، لكن هقول لك ان كل فرشة وكل لون هتحطه في اللوحة هيضيف للوحة حاجة، وان كان عمل زحمة في منطقة الغروب الا ان الغروب نفسه بيبقى صعب ان انت تلاقي منظر غروب صافي صافي خالص ما فيهوش اي سحب، وفي كده وفي كده، فانت ليك الحرية، مطلق الحرية ان انت تعملها بسحاب او من غير سحاب. هسيب منطقة السماء دي شوية وهرجع لها تاني، ولكن هبدأ اعمل منطقة الجبل اللي هنا او التلة اللي هنا على الجزئية دي، والجزئية دي برضو بتاعة النجيلة من تحت. دهنت دي اسود وهدهن دي برضو اسود، تمام. كل الشغل البطانات، ان انا اعمل بطانة قبل اللون بيفرق معايا كتير في الرسم، وبيفرق معايا كتير في شكل الرسم. هاجي اعمل دلوقتي المية وهديها الوان صريحة شوية، وهديها الوان نفس الدرجات اللونية اللي عملتها في السماء، هتبقى هنا اللي هي الاصفر والاحمر والاسود، اصفر احمر اسود، تمام كده. وببدأ ان انا ازود نسبة الاصفر علشان احاول اقرب للدرجة اللونية بتاعة السماء، واشتغل برضو تسييح من عند منطقة تحت التلال، فبخلص منطقة المية الاول، وادي اللون الاسود مع الاصفر برضو. وزي ما انتم شايفين، ممكن انا مسرع الفيديو شوية، لكن انا برضو بحاول ان انا اسرع ايدي اكتر، انا مسرع الفيديو وانا مسرع ايدي اكتر عشان الحق اعمل تدرج لوني قبل ما اللون ينشف او الورقة تشربه. سنة لون اسود وهعمل بها الجزئية ديت اللي هيبقى فيها نجيلة في الحتة دي، ممكن انا حطيت سنة لون اخضر اهوت او ازرق على اصفر، فهو اوتوماتيك هيدي معايا اللون الاخضر، اخضر زيتي يعني. المنطقة بتاعت التلال اللي هي معمولة باللون الاسود اللي هي على اليمين ديت هيبقى فيها تقسيم، ومنطقة التلة اللي انا شغال فيها دلوقتي هيتقسم فيها برضو شكل او شغل بتاع الصخور نفسها. بعمل مدببات او السنون للجرف نفسه علشان اقدر اشتغل فيه، وادي عنصر الاضاءة بتاعتي من هناك، بحاول ان انا اعمل بقى سنون اكتر وميلان اكتر لمنطقة الصخور، وكل سن من دوت هنزل بيه بشكل عمودي، كل سن طالع مدبب، تمام. اضافة اللون الابيض فواتح زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل بيها من الجزئية دي اطراف مدببة كده، بحيث ان هي حصلت لسعات الاضاءة بتاعت الشمس قبل منطقة الغروب، منطقة صخرية تلال ورا بعضها، حاول افتحها اكتر باللون الابيض من فوق عشان تظهر معايا، تمام. هي شبيهة بال
التربة الطينية، مش يعني مش اللي هي مش صخرية صخرية يعني. لسعات الإضاءة، كل ما بتزود لسعات الإضاءة على منطقة السن بيظهر معاك الشكل. وزي ما قلنا أي رسمة لازم يبقى ليها جزء بطانة وجزء تشطيب. هعمل جزء واسيبه ينشف وبعدين هرجع له تاني. منطقة التلال دي يا جماعة أنا قسمتها بطريقة وما عجبتنيش، فهرجع ألغيها وهعملها بطريقة تاني. يعني مجرد ما حطيت التاتشات دي عليها بلون بني فاتح، حسيت ان هي لونها مش عاجبني، مش مقارب للالوان اللي موجود، فهبدا ان انا اشتغل عليها بطريقه تانية خالص. يعني عدلت نمط التفكير وانا شغال، وما كانش في الحسبان ان انا اعملها بالطريقه دي. خلاص عملت الاضاءه بتاعتها برضو وبرضو مش مقتنع بيها. اعذرونا يا جماعه الاصوات، فرح معدي والشارع زحمه. منطقه النجيله والخضره مرحلة تانية هي مرحلة النجيلة. هنبدأ في عمل هنجيب لون، درجة لون اخضر زيتي مع سنة لون اصفر على اطراف الفرشة، وهبدأ ان انا اعمل مساحات كده بالفرشة بحيث ادي طبقة لون اخضر زيتي في منطقة النجيلة، واللون الاصفر معايا ابدأ ادي تاتشات على الحروف. موضوع بسيط جدا، تاتشات كلها بالعرض، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل فيها طول خالص، اعمل فيها اي حاجة بالطول. جزئية الشجر او الشجرات البسيطة اللي هي في المقدمة خالص اسفل اللوحة خالص، اللي هي اقرب حاجة ليا، بعملها برضو بدرجة اللون الزيتي، اللون الاخضر الزيتي اللي هو اخضر واسود وسنة لون جملي. مسدس الرش هبدأ ان انا اغبر بيها، بس ايه حاجات بسيطة قوي، حتى لو ما اشتغلتش مسدس الرش مفيش مشكله، ده لون اسود، دي درجه لون اسود، بحيث بعمل بيها بعتم بيها وبدي بيها ظلال تحت الصخور ومنطقه السماء تمام من الاطراف، ومنطقه النجيل برضو من تحت تمام كده. وادي منطقه الجبل برضو، احاول ان انا اغطي اكبر مساحه منها باللون الاسود. وادي الجبل البعيد الثاني برضو، هدي له تاتشات اسود في الاماكن الغامقه، حاجة كده بسيطة كده، رشات ايه اسود بتدي معايا غمقان في اللوحة. ولو غيرت اللون الاسود بلون تاني مفيش مشكلة برضو، بني محروق مثلا، درجات البني الغامقة قوي مفيش مشكلة. نيجي بقى لتقطيعات الجبل بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. تقطيعات الجبل بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، الطريقة الاولانية ما عجبتنيش، فقلت هعمل طريقة تانية وهي طريقة الصخور الوسطية. ببدأ ان انا اقسم، هي ليها نظام معين في التقسيمة علشان تمشي بيها. ببدأ اعمل مسطح الجبل او مسطح الصخرة نفسه، وبعدين اطلع منه سنون زي كده، زي رقم 4 كده، واطلع منه سنون على الاطراف بتاعته مثلا تمام كده. طيب هتبان معايا في الاماكن البعيدة شوية او الواسعة شوية، ادي درجة لون فاتح بطلع منها خطوط بالطول، درجة لون طبقة لون مسطحة كأنها ارض مسطحة وطالع منها خطوط بسيطة زي المنطقة دي، مسطحة كده جزء وطالع منها اجزاء، فيدي معايا تأثير صخور كتل على بعضيها او منطقة صخور ناشفة شوية، السطح بتاعها موحد. بصوا كده اللون الابيض هيظبط معايا الشكل العام بتاعها، وابدا افتح بقى في الاماكن اللي انا اشتغلت عليها اهوت تمام، بطريقه معينه كده، بطريقه سهله خالص اهيت. بعمل جزء مسطح واطلع منه سنون رفيعه كده بسن الفرشه، بشعر الفرشه من قدام كده، بحيث ان هو يدي معايا خطوط، ما يديش معايا تاثير حاد، يعني ما يديش معايا طبقه لون سليمه. وبرضه هبدا افتح سنه بسنه، كل ما ادي تفتيح لمنطقه الصخور كل ما هتظهر الشكل بتاعها معايا تمام. الجزء الاولاني طبعا اشتغلنا فيها بالبنيات الفاتحه، هنبدا نحط عليها تاتشات اللون الابيض، فهتظهر معايا طبعا بطريقه اجمل.
لتاني مرة يا جماعة بنقول اعذرونا على الأصوات الخارجية، مش لتاني مرة، احنا كل درس بنقول اعذرونا على الأصوات الخارجية. هنبدأ في حاجة تاني وهي طرشات بسيطة باللون الأصفر، اللي هي لسعات الإضاءة بتاعة قرص الشمس نفسه على سطح المية. طيب لسعات الإضاءة واخدة اللون الأصفر لأن اللون الأصفر اللي هو لون السماء أصلا، فدرجة الموجة العالية اللي بارزة لفوق فبتدي معايا إضاءة للون سطح الشمس نفسه أو لون السماء، لأنها بتعكس لون السماء معايا. لو الجو مثلا غروب مسفر جامد مش غامق زي اللي أنا عامله، بيبقى درجات الأصفر فيها فاقعة جدا وباينة جدا. بنبدأ ندي خطوط اهيت هتبين معايا ملامح ان دي مية، وقرص الشمس نفسه هيبقى واخد اللون بتاعه هوت، درجة الاصفرار بتاعته مع اللون الابيض، تمام، علشان يعكس لون سطح المية عليه يعني، او يعني لون سطح المية يعكس لون الشمس. طيب المنظر ده يا جماعة هو منظر بسيط، ما هوش فيه احترافية عالية ولا حاجة، ولكن بيديك مقدمات لشغل تاني. يعني ممكن مثلا رسمة زي كده تفتح لك مجال لحاجة تانية خالص بعيد عن الشغل ده او الشكل ده. حركة الامواج البسيطة على اسفل النجيلة واسفل الصخور، بسيطة جدا، بحركات بسيطة جدا، سن الفرشة كده على بسيط. علشان اوضح الشكل العام بتاعها. خليك عاجب. الرسمة دي يا جماعة لوحة الورق، يعني بتشرب الالوان بسرعة، فيفضل لو دهنتها الاول نص لام. تفتيح بسيط على الجزئية اللي فوق بتاعت الصخور. اي تطشات باللون الابيض او لون ابيض مكسور بسنة لون اسود بسيطة برضو، علشان ما يبقاش اللون يعني واضح جدا وباين جدا كشكل في على الصخور نفسها. يعني يفضل ان هو يبقى مكسور باي لون تاني، وليكن مثلا الابيض ده مكسور بسنة لون اسود ولكن قليل جدا، علشان ما يظهرش لون ابيض صريح بلونه يعني، تمام كده. اي مساحات واي تطشات على منطقة الصخور هتظهر معايا الشكل العام او الفاتح بتاع الصخور من فوق. نبدأ في رسم شجرة على منطقة الجنب الشمال دي، وهبدأ ان انا اعمل فيها تخانة فروع طالعة بطريقة مزجزجة شوية او الجذع نفسه، وابدأ ان انا املاها واطلع الشجرة نفسها برا اطار اللوحة، بحيث ان هي في منطقة قريبة، يعني اللوحة الرسم الشجرة نفسها في منطقة قريبة، فيفضل ان انا اطلعها من اللوحة لانها في مسافة قريبة فهديها حجم كبير، وابدأ اعمل الجذوع بلون اسود صريح. شغل الاشجار يا جماعة من الشغل السهل عشان محدش يستصعبه، هو بس بيحتاج تطلع منه بانسيابية تخين لرفيع، علشان تظهر الانسيابية بتاعت الشجر وشكل وجماليات الشجرة نفسها. حط عليها لسعات اضاءة بسيطة من اتجاه الشمس. علشان تنور الجزئية دي في الشجرة، تدي تأثير في الشجرة يعني. تمام كده.
شايفين الخط الابيض البسيط اللي انا عملته فوق دوت، وضح مكان الشجرة اصلا على منطقة الغبار الاسود اللي انا عاملها دي. حتى وان كان اللون الاسود بتاع فرع الشجرة نفسه مش باين، الا انه اللون الابيض هيميزها عن اي خلفية جنبيها. يعني اظهر بسيط سهل، في مثلا ادي نوع جبال ونوع صخور بعيدة شوية، تلت صخور يعني، وتلت صخور تانية اعلى، مستوى اعلى منها شوية اللي هي على الشمال ديت، والغيوم والمية والشجرة الناشفة ديت، في كذا حاجة. وان كانت بسيطة لكن هي برضو هتديك دفعة لانك انت ترسم منظر بشكل تاني او نفس المنظر عند حد تاني بطريقة تانية. ضربات منطقة الأشجار، منطقة اللون أو درجة اللون الأخضر الزيتي اللي احنا اشتغلنا بيها، هحاول إن أنا أفتحها بلون أبيض شوية وأبدأ إن أنا أدي تاتشات عليها. طيب اللون الأخضر الصريح أخضر أخضر ما يبانش هنا خالص، ما يبانش هنا ليه؟ علشان دوت خلاص أنت كده وقت الغروب، اللون الأخضر صعب إن أنا أظهره بملامحه كلها يعني، درجات الأخضر تبقى هادية خالص، اللون الاخضر الزيتي اللي هو غامق، بدل تطشات اللون الاصفر مع الاخضر هتبقى ابيض مع سنة اخضر، ولو حطيت اصفر هتبقى لسعات بسيطة قوي علشان تمشي مع اطراف الشمس، لكن اللون الاخضر اخضر لا. تمام كده، وهدي اي تطشات بسيطة كده في السماء، ولسعات بسيطة على اطراف النجيلة باللون الاصفر مع الابيض. تمام، بس على خفيف، ما بضغطش كتير يعني، بحيث ان انا اظهر المساحة دي بس، اظهر مساحة النجيلة بس. وعصفورتين طايرين في الختام، وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.